على الرغم من تحسين الوضع المائي في لواء القصر بمحافظة الكرك من خلال صيانة الشبكات وتركيب محطة ضخ إضافية، إلا أن أحد أكبر الأحياء في اللواء لا يزال يعاني من انقطاع للمياه وضعف في التزويد. التفاصيل في التقرير التالي. بالرغم من تحسن الوضع المائي في لواء القصر بشكل عام، إلا أن حي شويح فيه ما يزال يعاني من ضعف التزويد المائي وانقطاع المياه لفترات طويلة عن بعض أجزائه وملاحظات حول نوعيتها. سيدي، بالنسبة للمياه في القصر يعني في مناطق قوية فيها جيدة وفي مناطق ضعيفة. إذا ما يكون عندك ماتور وخزان أرضي حقيقة يعني ما بتصلك على المناطق العالية. إذا بيتك حتى لو أنه أرضي يعني ما بتيجي إلا تكون عندك ماتور تجمع المية فيه ومن ثم تشفطها على سطح بيتك، فالمية بتكون جاية عندك. كذلك يعني نوعية المية شوية فيها سوء، طبيعة المية هيك فيها يعني مش جيدة، لا تستخدم إلا للغسيل يعني ما للشرب لا ترفع. والله يا أخوي هذا مشكلة حي الفرسان هذا كامل، يعاني من نقص المياه إله بحدود 10 شهور، وكل ما يروحوا يطالبوا ويشتكوا عايشين الآن معظمهم عايشين على التنكات وسلامتك، وما في مية يعني لهم 10 شهور وهم يعانوا من نقص المية. موسم الصيف كامل ما بتجيهم مية. عدم انتظام دور التزويد المائي وضعف قوة الضخ تعتبر مشكلة تواجه سكان هذا الحي لعدم مقدرتهم على تنظيم وقتهم للتعامل معها وتحملهم أعباء مالية إضافية. على فترات بيشغلوا لنا المية، مرة بيجيبوا لك إياها ضعيفة ومرة بيجيبوها في حي غير الحي الثاني، يعني بجيبوها يوم كامل لكن تكون مش مضغوطة. لما اضطر انا يدوب انه انا الا استخدم ماتورات المي، يعني لازم اصرف كمان من جيبتي فوق ما بعاني، لازم انا اصرف كهرباء مشان انا اقدر اوصل المي الي. فهاي معاناة يعني مشكلة. وبعدين ما في الاسبوع انه في يوم محدد مثلا يوم الاثنين او يوم الثلاثة تعرف انه اليوم دورك المي انت بدك مهيئ نفسك، ما في. احنا قاعدين نسحب المي على مواتير، في بعض منا المقتدر قاعد يجيب الخزانات تحت، مثل ما انت شايف بنجيب الخزانات تحت بنعبي، وعندك سيد العزيز فوق فاتورة المي فاتورة كهرباء ثانية، قاعدين نعاني احنا كمان من شح المياه ومن سيد العزيز. احنا 8 شقق مركبين، ان احنا ثلاث ارباع مية على 8 ساعات وعلى 8 عائلات زي ما انت شايف، في شح مياه سيد العزيز، ويعني كل 10 أيام بنشوف المي يجوز مرة. قدم شبكة المياه الرئيسية في هذا الحي وعدم تحديد أدوار التزويد وضعف قوة الضخ الكافية لتغطيته، جميعها أسباب شكلت هذه المشكلة، وما يزال المواطنون في انتظار حلها. من محافظة الكرك، أسامة القضاء، رؤيا. إذا كان من المفترض أن نناقش هذا الموضوع مع الدكتور رشاد العضيلي وهو مدير مياه محافظة الكرك، نتصل عليه لا يجيب حتى الآن، فننتقل لنعرف أكثر عن دور مجلس محافظة الكرك مع السيدة هيام القيسي، وينقل لنا التفاصيل مراسلنا أسامة القضاء. تفضل أسامة. نعم رانيا، بالفعل أنا الآن موجود في حي شويح أو المعروف بحي الفرسان، وهو أحد الأحياء التي تمتد غربا من منطقة القصر. هذا الحي هو حي واسع الانتشار ويعني فيه كثافة سكانية وأعداد السكان فيه بازدياد، وخاصة أن هناك بعض المناطق فيه تشهد عمران حديث ويعني مباني تبنى الآن، خاصة البنايات ذات الطوابق، وهذا يعني لربما كان أحد أسباب المشاكل في التزويد المائي. هنا المشكلة ليست في انقطاع المياه ولكن في ضعف تزويد المياه والتي لا تؤهل المياه إلى الوصول إلى الطوابق العلوية، ما يضطر المواطنون إلى استخدام الخزانات والماتورات للشفط. للحديث أكثر حول هذه القضية وحول هذه المشكلة تنضم إلي السيدة هيام القيسي وهي عضو مجلس محافظة الكرك عن هذه المنطقة. ست هيام يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. ستي، أول شيء تحكي لنا عن يعني الجهود المشتركة ما بينكم وما بين مجلس ما بين شركة مياه العقبة لتنظيم الدور وتنظيم المياه في هذه المنطقة، وما هي المشكلة وما كانت الحلول ما بينكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إحنا منذ أن بدأ يعني هذه الدورة في مجلس محافظة وبرئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله العبادلي في عنا لقاءات منظمة مع مدير المياه في الكرك، وبنلتقي مع مدراء المكاتب في المناطق يعني مثل مكتب القصر. هذه المشكلة برضو يعني إحنا نتواصل مع المحافظ فيها، مع الحاكم الإداري، مع المتصرف أحياناً لحل معضلة معينة قد يطول حلها. وأنت بتعرف إنه يعني هاي المشكلة بتبدأ تقريباً من بداية شهر 6، والآن هي أوشكت على النهايات، وإن شاء الله ربنا يرزقنا الغيث. ويعني الماء هو عصب الحياة، والله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، لذلك لا تستطيع أي أسرة أن تسير حياتها بشكل طبيعي بدون ما يكون عندها مي، وهذا يعني متطلب بسيط لأي مواطن، مواطن حاط ساعة مي، مواطن دافع للماء، الأصل أنه تصله المي في وقت منتظم لكفاية حاجته. المشكلة كانت في أنه أولاً يعني في فترة طويلة تمتد يعني إلى أسبوع أو أسبوعين، وكانت قبل ذلك شهر، وبعض المناطق شهرين ما تصلها المي. الآن بدأت تقل الفترة، يعني الأغلبية 10 أيام 12 يوم تصلهم المي، وبعضهم أسبوعي منتظم عندهم المياه. هذا الحي كما ترى يا أخي، هذا الحي ممتد يصل إلى رأس الحاجة بالمنطقة الغربية من القصر. هذا الحي فيه ما يقارب أكثر من 1000 وشوية من العائلات ومن البيوت. مشكلتهم إنه الضخ ضعيف، الضخ ضعيف، لا يعني البيوت الأرضية ما بيطلع على الخزانات فيها. الشغل الثاني يعني الفترة الآن هي موعد الآن الضخ، ما زال الأهالي بيستنوا تنضخ المي عليهم. يعني رانيا، يعني هذه كانت المشاكل الرئيسية. يعني مجلس محافظة الكرك كان له الكثير من اللقاءات مع مديرية المياه لحل هذه المشكلة، وما يزالون بانتظار الحل. نعم، كل الشكر لك مراسلنا أسامة القضاء. ويعني أعود إلى الدكتور رشاد العضايلي مدير مياه محافظة الكرك، يعطيك ألف عافية دكتور رشاد. مساء الخير، ومساء الخير الأخوة المستمعين جميعا. أنا مهندس ولست دكتورة الكريمة. أهلا وسهلا فيك مهندسنا. يعني سؤالنا، كيف بتقيم بشكل عام يعني الوضع المائي في لواء القصر؟ الحمد لله. طبعا الوضع المائي يعني أنا بالنسبة للسنوات السابقة وبالنسبة لوضع الأردن المائي، كون الأردن الآن هو أفقر دولة مائية في العالم، فالتزويد المائي تقريبا يوم في الأسبوع، وأحيانا بعض المناطق 12 ساعة، وبعض المناطق في محافظات أخرى كل 14 يوم. الحمد لله الوضع في محافظة الكرك وخصوصا في منطقة القصر ممتاز، يعني بنسبة 90%. الحمد لله المية بتوصل لجميع البيوت، أرضي، وبعض البيوت تصلها على الطابق الأول والطوابق. ما بعرف المنطقة، يمكن أول التقرير كان صوته مش واضح كثير، أتوقع سمعت حي الفرسان أنا، وحي الحي الثاني شو اسمه بعد إذنك. نعم، يعني كان كل الحديث أستاذنا تحديدا، يعني إذا أنا بدي أنقل لك النهاية ما تحدثت به السيدة هيام القيسي تحديدا حول ضعف التزويد المائي والانقطاعات في المياه، رغم بأنه كان هناك الكثير من الإصلاحات من قبلكم. نعم صحيح، في كثير من الإصلاحات، وتمكننا خلال السنة من تشغيل بيرين في منطقة الموجب على أكتاف سد الموجب وشغلناهم، وتحسن الوضع المائي في منطقة القصر تحسن ملموس لجميع الأهالي. يعني كانت منطقة القصر تحديدا بتعاني من مشاكل في المياه في السنوات السابقة، الآن الحمد لله لجميع المواطنين، والمواطن اللي ما بتوصلوا مي بنأمنه في صهاريج المياه. طبعا وعملنا مجموعة من المشاريع في هاي المنطقة، وعلى سنة 2025 رصدنا كمان مجموعة من المشاريع لبعض الأحياء في منطقة القصر اللي راح تحسن الوضع المائي إن شاء الله في المنطقة. مثل أي أحياء؟ يعني حي الفرسان مثلا. حي الفرسان هذا بيعاني شوي من وصول المياه، تأخر وصول المياه، مش بيعاني من وصول المياه. إن شاء الله على 2025 إنه خط ناقل رئيسي لمنطقة حي الفرسان، ومع ذلك الآن عليهم دور المي، بدأ قبل نص ساعة في منطقة حي الفرسان. المشكلة في بعض البيوت أو في، يعني أقول لك، في نسبة كبيرة من البيوت إنه عندهم آبار تجميع مياه أمطار. هاي الآبار المية اللي جاية من صوبة المياه يعني
بحاول المواطنين انهم يعبوا هذه الآفاق، فما بيسكروا بيكتفوا في المترين اللي على السطح والثلاثة متر، فبيحاول يعبي بير المية يعني سعة تخزينية، وهاي المشكلة الحقيقية في منطقة القصر الأماني أختي الكريمة. بس مع ذلك المية بتصل أرضي لجميع المواطنين، طبعا احنا مطلوب منا نوصلها ارضي وليس على الطوابق العاليه، مطلوب منا نوصلها ارضي لغايه العداد، وبعدين المواطن نفسه باي اليه بيجمعها بضخها بيوصلها لخزانات السطحيه. فالحمد لله اللي ما تصلوا ميه بنامنه كما في التنك. نعم، انا بدي اشكرك كل الشكر مهندس رشاد العضايلي مدير مياه محافظه الكرك.